الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا هتكلم عن الترانزستور. إيه هو الترانزستور ده؟ ده شكله عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 أطراف، طرف اسمه بيس اللي هو اللي في النص ده، وطرف اسمه كوليكتور، وطرف اسمه إميتور، قاعدة مجمع وباعث. بيتكون من إيه؟ ده عبارة عن وصلة ثلاثية من بلورة السيليكون. بيبقى ايه اللي فيها؟ بيبقى فيها قاعده اللي احنا قلنا عليها اسمها بيس. ده عباره عن ايه؟ تبقى بلوره لا اما تكون من النوع موجب لا اما تكون من النوع سالب. فلو كانت هي من النوع موجب يبقى الاثنين اللي حواليها يبقى من النوع السالب، طب لو كانت هي من النوع السالب يبقى الاثنين اللي حواليها يبقى من نوع الموجب. فدايما القاعده بتبقى عكس المجمع والباعث. فلو كانت موجب يبقى الاثنين دول سالب، ولو كانت سالب يبقى الاثنين دول موجب. كمان بتبقى أكبر مساحة من الاتنين دول، من إيه؟ من الباعث اللي هو عند الإميتور، وده عبارة عن بلورة بتتميز بيبقى مساحة سطحها صغيرة وبيبقى فيها شوايب بنسبة معينة. طيب بالنسبة للكوليكتور اللي هو المجمع ده، بتبقى بلورة بتبقى مساحتها أكبر شوية، وكمان بيبقى الشوايب بتاعتها بتبقى قليلة نسبيا. طيب إيه هي أنواع الترانزستور؟ فالترانزستور في عندي نوعين، في عندي ترانزستور بي إن بي وفي ترانزستور ان بي ان. طيب بالنسبه للترانزستور ان بي ان ده عباره عن ايه؟ عباره عن قاعده وكوليكتور واميتور. بيبقى القاعده السهم هنا داخل لي من القاعده للاميتور. طب لو كان العكس، كان جاي من الباعث للقاعده، فده يبقى بي ان بي. يبقى لو كمل القاعده راح للباعث تبقى ان بي ان، طب لو كان من الباعث رايح للقاعده يبقى بي ان بي. انا ممكن استخدم الترانزستور كمكبر ازاي؟ فانا بوصل عندي، بستخدم الاول ترانزستور من النوع NPN. بوصله ازاي؟ فبوصل الاميتور، بوصله بالقاعدة توصيل امامي. ازاي؟ انا عندي القاعدة اللي هي سالبة بوصلها بالجزء السالب، عندي الاميتور اللي هو سالب بوصله بالجزء السالب للبطارية، والقاعدة اللي هو الجزء الموجب بوصله بالجزء الموجب. ده يبقى توصيل أمامي. طب بالنسبة للجزء الثاني اللي هو التوصيل الخلفي، فأنا بوصل الكوليكتور اللي هو المجمع بوصله بالقاعدة توصيل خلف. إزاي؟ الكوليكتور عندي N اللي هو النوع N، طيب اللي هو سالب، بوصله بالبطارية بالجزء اللي هو الموجب، والقاعدة اللي هي الموجب اللي هي البي طيب بوصلها بالجزء السالب، فده يبقى توصيل خلفي. ايه اللي يحصل؟ بيقول لي ان الالكترونات هتروح من الباعث اللي هو عندي اللي هو الاميتور اللي هو ان الى القاعده اللي هو البي، هتفضل تنتشر لبعض من الوقت حتى يلتقفها المجمع اللي هو الجزء السي. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ عند القاعده كده هيبقى فيها فجوات، وعمليه الالتئام هتاخد لي وقت كبير شوية من هذه الالكترونات. طيب ايه كمان؟ كمان عندي ان تيار الالكترونات اللي هينطلق من الباعث اللي هو الاي اي، وكمان في عندي تيار هيصل للمجمع اسمه اي سي، وتيار هيمر في القاعدة اسمه اي بي. اتضح لي في النهاية ايه؟ ان تيار المجمع بيساوي حاصل ضرب التيارين دول، ان اي سي هتساوي اي اي في اي بي. طيب طب ثابت التوزيع والتجزئة ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن نسبة ما بين تيار المجمع وتيار الباعث. فعندي ان الفا ايه بتساوي اي سي على اي اي. ولو انا عايز اجيب اي سي اجيبها ازاي؟ اجيبها هتبقى الفا ايه في اي اي. كمان عندي ان التيار القاعدة اللي هو الاي بي بيساوي ايه؟ 1 ناقص الفا ايه. كل الكلام ده مضروب في اي اي. الفا ايه دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ اللي اسمها ثابت التوزيع او ثابت التجزئة. طيب عشان عندي سمك القاعدة بيبقى صغير، فعندي سمك الالكترونات اللي هتدخل اللي هي بتدخل ليها هتنجذب للمجمع، فكده مش هيمر الا تيار في تيار القاعدة الا تيار قليل جدا. عشان كده عندي ثابت التوزيع يكاد يكون بواحد. ليه؟ انا عندي ثابت التوزيع بيطلع حوالي كام؟ حوالي 998 من الف، يعني تقريبا واحد صحيح. عشان كده تيار المجمع عندي يكاد يساوي تيار الباعث. ليه؟ عشان انا عندي ان الالفا ايه بتساوي تقريبا الواحد.
معامل التكبير ايه هو؟ دي نسبة ما بين تيار المجمع لتيار القاعد. طيب لو احنا فاكرين ان الاي سي كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الفا ايه في اي ايه. طب والاي بي كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي 1 ناقص الفا ايه في الاي ايه. لو شلت الاي ايه مع الاي ايه يطلع لي ايه؟ يطلع لي الفا ايه على 1 ناقص الفا ايه. طيب بما ان ثابت التوزيع عندي اللي هو الالفا ايه ده بيكاد يكون يساوي 1، فالمقدار ده برضك هيبقى صغير جدا، عشان كده عندي نسبة التكبير بتساوي الفا ايه على 1 ناقص الفا ايه. ولما بتوصل اشارة كهربية صغيرة كخارج مثلا زي الميكروفون في تيار القاعدة، ايه اللي بيحصل؟ بيبقى تأثيرها بيبقى كبير في تيار المجمع. الفكرة الأساسية دي هي فكرة عمل الترانزستور كمكبر. طب ازاي احنا استخدمنا الترانزستور كمكبر؟ ازاي استخدمه بقى كمفتاح؟ فانا لو وصلت عند الترانزستور اللي هو عندي كوليكتور وقاعدة وإميتور، لو وصلت القاعدة بالإميتور عن طريق بطارية ووصلت القاعدة بطرف السالب للبطارية والإميتور بالطرف الموجب، وكان عندي الكوليكتور وصلته بالإميتور عن طريق بطارية، فالكوليكتور وصلته بجزء الموجب والإميتور وصلته بالجزء السالب، الجزء ده عندي على طول بالتوصيل وبيبقى ثابت، إنما الجزء ده هو اللي بختلف. فلو كان موصله كده هيبقى توصيل الترانزستور هيبقى في وضع اون، انما لو عكست وضع البطارية هنا هيبقى في وضع اوف. يتضح ليه؟ يتضح لي ان الفي سي سي بتساوي الفي سي اي زائد الاي سي في الار سي. انا عندي الفي سي سي ده ايه؟ ده جهد البطارية في دائرة المجمع، انما الفي سي اي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن فرق الجهد ما بين تيار ما بين المجمع وما بين الباعث. طب ايه هو الاي سي؟ الاي سي ده شدة تيار المجمع. طب ايه هو الار سي؟ الار سي ده المقاومة في دائرة المجمع. لو كان عندنا ترانزستور من نوع ان بي ان وانا وصلت المجمع والباعث ببطارية كان فرق جهدها في سي سي والمقاومة عندي كانت ار سي، فانا بوصل دائرة القاعدة والباعث ببطارية ومقاومة اسمها ار بي، فايه اللي يحصل عندي؟ فلاقي ان كل لما انا ازود الاي سي هتقل عندي الفي سي ايه؟ عشان الفي سي سي ثابت. بيقول لي انها هتصل لحد قيمه اسمها حوالي 2 من 10 فولت، كده هيبقى تيار القاعده عندي كبير جدا. انما لو انا خليت القاعده هي الداخل اللي هي الانبوت والمجمع هو الخارج والبعث عندي هيبقى مشترك، مشترك يعني ايه؟ هيبقى متصل بجهد الارض. فهنا بقول لي ان الترانزستور هيعتبر كمفتاح، بيكون على طريقتين. نشوف ايه هما الطريقتين. بقول لو كان الجهد الداخلي اللي احنا بنسميه القاعده لو كان كبير، ايه اللي يحصل للخارج؟ الخارج هيبقى صغير. طب والعكس صحيح، لو كان الجهد الداخلي اللي هو القاعده كان صغير يبقى جهد الخارج هيبقى كبير. يبقى احنا اتضحنا من الكلام ده ايه؟ ان جهد الخارج وجهد الداخل العلاقه بينهم علاقه عكسيه، احنا بنسمي الكلام ده اسمها النبيطه او العاكس. طيب انا في عندي ترانزستور في حاله توصيل اون وفي عندي ترانزستور في حاله توصيل اوف. فانا عندي الترانزستور في حاله توصيل اون بيبقى بنوصله ازاي؟ القاعده عندي بتبقى جهد موجب، بوصل دايره الباعث والقاعده بتبقى توصيل امامي، ايه اللي هيحصل للتيار؟ التيار هيمر في المجمع اكبر، هيبقى يكون اكبر ما يمكن، كده عندي هيزود لي الاي سي، يبقى الفرق ما بين الباعث والمجمع اللي هو الفي سي هيبقى صغير، عشان كده الخارج هيكون صغير جدا، يبقى الترانزستور كده يبقى في وضع. انما لو عكست، لو خليت القاعده هي بقى اللي سالت، فلو خليت القاعده هي اللي سالت ووصلت الباعث والقاعده توصيل عكسي، انا وصلت في الامامي اللي هو في حاله الترانزستور كاون كان وصلته امامي، انما الترانزستور كاوف هوصله توصيل عكس، ايه اللي هيحصل؟ مش هيمر تيار في المجمع، يبقى فرق الجهد ما بين الباعث والمجمع هيبقى كبير جدا، وكده هيبقى الخارج كبير، عشان كده احنا بنسمي الكلام ده الترانزستور في وضع اوف. تمام؟ طيب ازاي استدل بقى على القطبيه بتاع الترانزستور باستخدام الاوم ميتر؟ ازاي؟ فانا لما باجي اقيس مقاومه الدايره لو قيستها باستخدام الاوم ميتر طلعت لي اكبر ما يمكن، تبقى عندي الدايره تبقى مفتوحه، يبقى الترانزستور عندي في وضع ايه؟ في وضع اوف. انما لو قيست مقاومه الدايره وطلعت اصغر ما يمكن، يبقى الدايره عندي هتبقى هنا ايه؟ مغلقه، عشان كده الترانزستور هيبقى يكون في حاله اون. يبقى لو قيست المقاومه طلعت اكبر ما يمكن تبقى الدايره عندي مفتوحه، يبقى الترانزستور في وضع اوف، لو طلعت اصغر ما يمكن تبقى الدايره مغلقه ويبقى الترانزستور عندي في وضع اون.